هكذا امرأة تصبح مشركة، لا ليست تعبد الله عز وجل وتعبد غير الله، تسجد لغير الله عز وجل، تسجد للشمس. أليس القضية، أليست القضية غريبة؟ لماذا؟ كيف أصبحت هذه المرأة مشركة؟ الجواب في القرآن الكريم: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. المحيط قضية مهمة جدا. الذين يحيطون بالشخص، الذين يحيطون بالفئة، يؤثرون عليهم أكبر التأثير. امرأة بهذا المستوى تصبح مشركة تعبد الشمس، يعني بهذا المستوى الهابط. من؟ بلقيس. لماذا؟ المحيط. عندما تخاطب شخصا منحرفا ايا كان، لا أقول كيف تخاطبه، خاطبه بالطريقة التي تراها، ولكن اجعل في حسبانك 1000 حساب لمن حوله. لا أقول لك أعذر المنحرف، أقول احسب حسابا، هذا الشخص يعيش في أجواء انحراف. المفترض بالإنسان أن لا يكون منحرفا في كل الأجواء، ولكن احسب أنت له حساب. هذا الشخص يعيش في أجواء نواصب، احسب للأجواء حساب. الأجواء مؤثرة، المحيط مؤثر. إخواني، من العجائب في الدنيا، من عجائب البشر، حقا هذا شيء غريب عجيب، البشر الذين يملكون العقل، هذه القوة الكبرى في المخلوقات في الأرض. القضية العجيبة جدا أن أي راية على الإطلاق، على الشمول، أي راية رفعت ترى وراءها مجموعة من الناس. عجيب، يعني كل الأفكار المنحرفة، كل الأفكار الخرافية وراءها أتباع. قضية عجيبة جدا، حقا عجيبة. خذ من أهم القضايا، القضايا المرتبطة بالعقيدة، إلى أدنى القضايا. تعلمون بعض الناس يعبدون ماذا؟ أصلا الإنسان يستقبح أن يذكر ما يعبدونه الناس. عبادة. سابقا كانوا يعبدون الأصنام، خشب، تمر، يصنعون من التمر صنما. اليوم يعبدون أشياء أسوأ من الخشب. لا أتمكن أن أذكر بعض الأشياء. أتباع بالآلاف، بعشرات الآلاف، يعبدون شيئا قبيح الذكر، لا يتمكن أن يذكره الإنسان أصلا. يعبدون أعضاء في جسم الإنسان، سبحان الله. عبادة، عبادة. هؤلاء كيف أصبحوا هكذا؟ الذي يأتي بالانحراف، يأتي يبتدع الكفر، يصنع أجواء، الأجواء تأخذ الناس.